السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من استشارات قانونية. جريمة النهاردة أو قضية النهاردة وقعت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، ونظرا لعدم وجود أي قانون رادع لهذه الجريمة أو القضية ازدادت بشكل كبير، وبالتالي زادت معدل الخسارة أو المشاكل اللي بتيجي من وراها هذه القضية. قضية النهاردة هو الاختلاس، أو بخصوصا اختلاس المال العام. قضية الاختلاس الناس كتير اتكلموا فيها، فقهاء القانون اتكلموا فيها، بس ده بيخلينا نقف بشكل دقيق شوية. بنقول هل هناك تشريعات قانونية موجودة، أو هل هناك رقابة على هذه التشريعات لتنفيذها؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفنا سيادة المستشار مؤمن العقيلي، المحامي بالنقد والمستشار بالتحكيم الدولي. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا أستاذ محمد، أهلا بك. أستاذ حضرتك طيب؟ أنت طيب حبيبي، أهلا بك. قضية النهاردة هي قضية صعبة وضخمة، وياما احنا اتكلمنا قبل الثورات وقبل الثورة عن الفساد الكبير في المال والفساد المالي في الدولة. لكن النهاردة نيجي نقف كده مكتوفي الأيدي، بنشوف قضايا، بنشوف قوانين، لكن ما بنشوفش ان القوانين دي بتقف حائل امام هذه القضايا او امام هذه الجرائم. نعم. في بداية الموضوع عايزين نعرف او نعرف لجمهورنا ايه هو الاختلاس، وايه الفرق بين الاختلاس وبين السرقة، او بين الاختلاس والنصب، او بين الاختلاس والتزوير. كل هذه الاقاويل او كل هذه المصطلحات عايزين نعرف الفرق بينها في حلقتنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا قبل ما اجاوب حضرتك على تساؤلاتك فيما يتعلق بجريمة الاختلاس تحديدا، انا برضو حابب اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. القانون الوضعي، يعني القوانين اللي احنا بتنظم علاقاتنا في المجتمع، سواء كان عقوبات او مدني او شرعي او تجاري، ايا كان القانون، ربما عند وضع هذا القانون او هذه النصوص او هذه القواعد القانونية عند وضعها كانت بتناسب زمن او مجتمع او فترة او حقبة من الزمن مناسبة لهذه القوانين. كلما حدث تغيير في المجتمع، كلما اصبح هذا المجتمع هناك ضرورة ملحة لتشريعات جديدة او لنصوص قانونية جديدة تتواكب مع المتغيرات اللي حصلت في هذا المجتمع. فحضرتك كنت بتقول في المقدمة بتاعتك ان القوانين أصبحت دلوقتي، يعني فيما معنى كلامك، لا تشكل رادع بدليل كثرة الجرائم أو كثرة هذا النوع من الجرائم. لا، أنا عايز أقول لحضرتك إن القانون اللي لو اتكلمنا تحديدا عن قانون العقوبات اللي هو بيجرم جريمة الاختلاس اللي هي موضوع حلقة النهاردة، هو القوانين، قانون العقوبات قانون تم وضعه لتجريم أي جريمة بتقع في المجتمع. هذا القانون فيه عقوبات رادعة بالفعل، ربما يكون محتاجين تغيير في بعض نصوص هذا القانون او تشديد العقوبات على جرائم زي جريمة النهاردة بتاع الاختلاس. فانا بتفق معاك ان احنا يمكن يكون لكثرة نوع معين من الجرائم زي جريمة الاختلاس، ربما يكون العقوبة المنصوص عليها في القانون غير رادعة، وبالتالي تحتاج تشديد لهذه العقوبة عشان تحقق الرادع، عشان نحد من ارتكاب هذه الجريمة. جريمة الاختلاس هي مفهومها او تعريفها هي احدى جرائم الاعتداء على المال العام، احدى جرائم الاعتداء على المال العام. زيها زي جريمة الرشوة، وهنسمع عن جريمة الرشوة، زي جريمة الاستيلاء على المال العام، زي جريمة الاضرار العمدي بالمال العام، زي جريمة الغدر، كلها مسميات لجرائم الاعتداء على المال العام، وكلها تسمى جرائم، او دي صور للاعتداء، صور لجرائم الاعتداء على المال العام. جريمة الاختلاس تحديدا، يجب عشان نقول هذا الفعل جريمة اختلاس يجب توافر شروط معينة فيه او اركان حددها القانون. اركان جريمة الاختلاس بالضبط. طبعا هي جريمة زي اي جريمة، الركنين الطبيعيين في ارتكاب اي جريمة هي ركن مادي وركن معنوي. ولكن جريمة الاختلاس عشان نعرفها اكتر للناس، هي يشترط ان يكون مرتكبها او الجاني فيها او المتهم فيها هو موظف عام. تمام. ويكون المال المختلس في عهدته وتم اختلاسه، وبالتالي هو اختلس المال العام، وبالتالي تسمى جريمة اختلاس. اذا يبقى الشرط الاساسي وجود المال العام في في القضية، يكون المال العام ويكون المتهم المتهم موظف عام، دي موكول له بخدمة عامة او تحت ايده اموال اميرية، اموال عامة،
واختلس هذه الأموال لنفسه، وبالتالي هو ارتكب جريمة الاختلاس. عشان كده يمكن أثناء تحقيقات النيابة في جريمة الاختلاس، ربما أثناء التحقيقات لما يرد المال المختلس ممكن النيابة تحفظ القضية، لأن الهدف هو حماية المال العام المختلس. ده وارد وبيحصل ممكن في تحقيقات نيابة في جريمة اختلاس. إذن فجريمة الاختلاس لازم اللي يرتكبها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ويكون المال المختلس ده في عهدته أو في حيازته واعتدى عليه بأنه اختلسه، وبالتالي تقع في حقه جريمة الاختلاس. يعني أفهم كلام حضرتك أنك دلوقتي بتقول لو المال رجع للحكومة أو المال العام رجع خلاص مفيش قضية؟ برضو ده أثناء التحقيقات النيابة. ما هو تحقيقات النيابة، النيابة كسلطة التحقيق اللي بتتولى التحقيق في أي جريمة بترتكب سواء اختلاس أو غيره، بتدور فين المال المختلس. من خلال التحقيقات تبين أن المختلس هو الموظف الفلاني، فأثناء التحقيقات رد المبلغ خلاص كده. سلطة نيابة كنيابة التحقيق ممكن تحفظ الأوراق، ممكن تستمر في الدعوة على أساس أن المال المختلس تم اختلاسه بالفعل وارتكبت الجريمة. فحسب ظروف التحقيق في الواقع النيابة بتنتهي إما لحفظ القضية لو رد المبلغ المختلس، أو لاستمرار في التحقيقات لنهايتها وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية على ارتكابه واقعة الاختلاس. فهي حسب تحقيقات النيابة. بس أنا بقول لحضرتك ليه الجزئية دي، عشان أوريك قد إيه أهمية الحفاظ على هذا المال. فعند رد هذا المال من الموظف اللي اختلسه يعتبر انتفت العلة من تجريم جريمة الاختلاس. الركن المادي لجريمة الاختلاس هنا هو رد المال اللي هو المختلس، وبالتالي ربما النيابة في التحقيق ترى ألا وجه لإقامة الدعوة أو تحفظ الأوراق حسب ما ترى عليها كسلطة التحقيق. طيب، طب سيادة المستشار، هل للمال المختلس صفة أو ركن معين أو شروط معينة في هذه في مثل هذه القضية؟ لا، هو زي ما بقول لحضرتك هو يشترط أن يكون مال عام. مال عام، يعني الموظف العام ده لما بيرتكب جريمة الاختلاس هو بيختلس إيه؟ المال العام. سواء المال ده ممكن يكون على فكرة مش ضروري يكون المال ده هو مكلف بحمايته. يعني ولا هنخش في جريمه الغدر، او الغدر دي جريمه من جرائم المال العام برضو، جريمه اعتداء المال العام. يعني جريمه الغدر دي متجسده في صوره مثلا ايه، محصل النور او محصل فواتير الغاز او محصل المياه، هو مسؤول عن تحصيل امانات للدوله او اموال عامه فاخذها لنفسه فغدر بالمال العام فاعتدى على المال العام، فجريمه غدر. دي طرق من طرق الاختلاس، او شكل من اشكال الاعتداء على المال العام. طب ماذا بقى عن هل هناك طرق عديده لانواع الاختلاس او انواع معينه من الاختلاس؟ طبعا بص، ربما يقترن الاختلاس بتزوير، ربما يقترن الاختلاس بجريمة استيلاء على المال العام وهي إحدى جرائم المال العام برضو، ربما يقترن الاختلاس بأي جريمة أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني ممكن يكون زور في مستندات عمله من أجل اختلاس مال، كأن دون في الدفاتر الرسمية مثلا، تلاعب عدم وجود مبلغ مالي، أو أن المبلغ المالي مثلا ده 10 قروش وهو المبلغ مثلا 50 قرش عشان يختلس 40 لنفسه، فيعتبر هنا زور في مستند رسمي. والتزوير برضو جناية مجرمة في قانون العقوبات ويعاقب عليها. ربما هنا الاختلاس اقترن بالتزوير، او التزوير اللي اقترن بالاختلاس، لان كلاهما جناية وكلاهما مجرم في قانون العقوبات، وكلاهما امام القانون يعني كارثة، جريمة كبيرة والعقوبة فيها شديدة. العقوبة فيها ممكن حد ادنى 3 سنوات وتصل الى المؤبد كمان. تمام. طب سيادة المستشار، هل هناك فرق بين الاختلاس وإتلاف المال العام بعمد أو بغير عمد؟ طبعا في فرق كبير جدا. الإتلاف، إتلاف المال العام له صور، يعني أديك مثال عليه، اللي بيخرب عواميد النور في الشارع. عواميد النور دي مال عام. مال عام. اللي بيخلي عبلات الرصيف بتاع اللي عاملة المحافظة، ما هو إتلاف مال عام. تمام. لكن الاختلاس لا ينطبق ولا يتوافر إلا إذا كان الاعتداء على مال أموال نقدية، والأموال نقدية تحت إيد هذا الموظف المختلس للمال العام. لكن الاعتداء في شكل إتلاف مال عام أو سرقة أموال أميرية، ما في جريمة مجرمة في القانون وجناية في قانون العقوبات بسرقة أوراق أميرية، أموال أميرية، زي اللي بيسرقوا مثلا مواسير الصرف الصحي، يكون في مشروع مثلا مزمع أنه هو هيتعمل في الشارع، فالحكومة رمية مواسير بتاعت صرف صحي في الشارع، فتيجي ناس تاخد المواسير دي وتشيلها، دي جناية سرقة أموال أميرية.
زي سرقه الكابلات بتاعت عواميد النور وكابلات الكهرباء والتليفونات والحاجات دي، ما كلها اعتداء على اموال اميريه. نعم. هي بتكيف في القانون جنايه ولها عقوبه. يعني ربما اللي بيرتكب هذه الجريمه هو فاكرها جنحه بسيطه، او ممكن يكون هو عارف ان بيقول دي سرقه وخلاص. لا، هي مش سرقه، دي بتكيف جنايه في قانون العقوبات، لان المال اللي تم الاعتداء عليه وسرقته هنا ده مال عام ملك الدوله. وبالتالي تبقى للقانون هي تكيف جنايه، والعقوبه فيها قد تصل ل 10 او 15 سنه كمان. سياده المستشار، ماذا عن القوانين الخاصه بردع هذه او بردع هذه الجريمه او التسهيل للقيام بها؟ يعني نعم. تسهيل بعمليه اغتلاس، هل لها قوانين خاصه؟ بص، انا اقول لحضرتك حاجه، هو القانون عن جريمه الاختلاس اتكلم في عقوبه، زي ما بقول لحضرتك هي جنايه، والعقوبه حد ادنى 3 سنوات، وحسب ظروف الدعوه وظروفها وملابساتها والمال المختلس والاوراق والمستندات قد تصل الى 10 او 15 سنه في جريمه الاختلاس. هو المشكله هنا مش في العقوبه المنصوص عليها في القانون. انا عارف حضرتك انت يعني هدفك من سؤالك ده توصل ليه، احنا عايزين نحقق الردع العام. عايزين المختلس لما ياخد عقاب سريع هتحقق الردع، هيخلي غيره يخاف انه يختلس فعلا. تمام، ده الهدف من سؤالك. طبعا. انا هنا لا اعيب على منطوق النص القانوني وعلى العقوبه المنصوص عليها في القانون، ولكن انا اعيب هنا على بطء اجراءات التقاضي او تداول القضيه في المحكمه، فربما هنا يكون هناك تطويل او تمييع للقضيه. القضيه بتطول عشان تحقق كما يجب، او المتهم ياخد كل الضمانات اللي كفلها له القانون، كل الضمانات اللي كفلها له القانون في محاكمه عادله. فهذا التطويل ربما يخلي بقى الجريمه تتناسى، حتى لو قضيه راي عام، لو حتى اثيرت كقضيه راي عام، حتى تلاحظ قضايا الراي العام بيفصل فيها سريعا بسرعه. ليه؟ لان الجريمه ارتكبت النهارده، في تحقيقات نيابه، في خلال شهر في محاكمه جنائيه، في عقوبه. هنا بيتحقق الردع. لكن في الجرائم اللي هي مش راي عام وعاديه، ممكن تقعد جريمه الاختلاس في المحكمه تحقيقات ومحاكمه جنائيه سنه وسنه ونص. يعني نقول على القانون نفسه، نقول على تطبيق القانون، تطبيق القانون واجراءات التقاضي اللي احنا نامل انها يتم التعديل فيها وضبطها، وضع ضوابط لمحاكمه المتهم عشان نقلص فتره المحاكمه بقدر الامكان. يعني على سبيل المثال التحقيق الابتدائي في الدعوه النيابه العامه بتقوم بيه. النيابة احنا مقدرين طبعا ان هناك ممكن يكون في قاصرة القضايا، والنيابة برضو مش ملحقة وبتحقق في اكتر من جريمة، ولكن برضو سرعة اجراءات التحقيق والانتهاء من اجراءات التحقيق وتحديد موقف المتهم عما اذا كان متوفر في حقه جرائم ارتكبها من عدمه. احنا عايزين الكلام ده ينتهي كسلطة تحقيق بسرعة اسرع شوية، ويحل المحاكمة الجنائية. امام المحكمة الجنائية بقى هنا بقى دفاع المتهم له ضمانات كفلها له القانون، او للمتهم تحديدا ضمانات كفلها له القانون بيستخدمها امام المحكمه. والمحكمه ما فيش سبيل قدامها غير انها تستجيب لهذه الطلبات بتاعه الدفاع المتهم عشان تحقق له العداله، والمحاكمه العادله، اللي لما يصدر حكم ما نقدرش نقول ان هو ما اتحاكمش امام محكمه عادله او ما خدش الطلبات بتاعته. هي من هنا التطويل بقى، من هنا التطويل في الاجراءات. التطويل ده هو اللي بيجي على حساب ايه؟ تحقيق الردع اللي احنا نبغيه، اللي احنا عايزينه. تمام. ان المواطن نفسه او اللي حواليه او المحيطين بالجريمه او اللي يعلموا الجريمه وعارفين ظروفها، لما يشوفوا الاجراءات دي طولت بينتفي هنا حته الردع من ارتكاب الجريمه للغير. يقول لك ده عدى قد ايه فتره، وفي الاخر ياخد له عقوبه ويخرج. فاحنا نامل ان نكون ان شاء الله باذن الله اجراءات تقاضي اسرع عشان نتحقق الردع المطلوب اللي حضرتك بتتكلم عليه. هل يمكن التصالح في مثل هذه القضيه؟ ما انا قلت لحضرتك بالنسبه للاختلاس تحديدا من سلطه التحقيق اذا ردي المال المختلس انها تحفظ القضيه. طيب. اثناء التحقيق في النيابه. في قانون قدامي اثار جدلا في الوقت الحالي، اللي هو القانون الماده 18 من قانون الاجراءات الجنائيه، اللي بيسمح بالتصالح في جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه بغير حق او تسهيل ذلك للغير. المعارضون من بعض فقهاء القانون قالوا ده مشكلة أو يعتبر بابا خلفيا للاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه. من وجهة نظرك كمحامي يعني أو مستشار قانوني، كيف ترى هذا القانون؟ طبعا حضرتك أنا بشكرك أو أنك أثرت معايا المادة 18، هي مادة 18 مقرر به تحديدا اللي اتكلمت على التصالح. نعم. هو احنا لسه بنتكلم في بدايه الحلقه ان ربما يكون اي مرحله زمنيه بيمر بها مجتمع محتاجه تشريعات جديده. وهذا ما حدث بالفعل السنه اللي فاتت
لما صدر تعديل في قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 18 مقرر به اللي بتتكلم عن التصالح مع رجال الأعمال. احنا في التصالح مع رجال الأعمال. التصالح مع رجال الأعمال. تعال نستعيد الذاكرة كده ما بعد سقوط حكم مبارك والأقاويل الكتير اللي على نظام رموز مبارك والفساد المالي الكبير, اللي احنا نعلمه في النظام بتاع مبارك اللي ولى, وارقام فلكيه كنا بنتكلم فيها عن مبالغ ومليارات مهربه في الخارج وبتاع, والاعلام اتكلم كتير قوي على استعاده الاموال المهربه والمنهوبه والكلام ده كله, وما فيش حاجه رجعت. وانا بقول من خلال ما فيش حاجه هترجع. فاحنا دلوقتي ربما يكون الزمن ده او في التوقيت ده التشريع ده من وجهه نظري انا يناسب المرحله دي, من ناحيه ان الدوله في عثرة اقتصاديه كبيره وظروف بلدنا معروف المرحله الحرجه اللي بتمر بيها من ناحيه اقتصاديه, واحنا محتاجين فلوس. فايه المانع, ان بدل حبس هؤلاء رجال الاعمال, وربما في احد رجال الاعمال دون ذكر اسمه بدا ياخد هذه الخطوه ومحامي تقدم باصول قدرت بمبالغ ماليه والكلام ده كله, ولكن اللي انا عايز بقى الناس تفهمه ان مش معنى المادة 18 ان خلاص اصبح امين انا بدفع الفلوس يبقى مش هتحبس. لا, نشرح بقى الكلام ده للناس عشان الناس تبقى عايزة. دي النقطة اللي فيها مشكلة. المادة 18 دي وضعت ضوابط للتصالح, يعني مش اي تصالح هيتوافق عليه. مش اي رجل اعمال نهب الدولة واستولى على ثرواتها ها هيجي يقول الفلوس اهي يقولوا اتفضل مع السلامة. لا, ايه الضوابط دي بقى نتكلم فيها. اولا هو بيقدم طلب سواء كان اتحكم عليه بعد رفع الدعوة, ما انا بقول لحضرتك ما انا بقول سواء كان اتحكم عليه حكم نهائي في جناية ودخل السجن ينفذ, او ما متوجه له اتهام من خلال تحقيقات ولسه لم يحال المحاكمة الجنائية, في اي من الحالتين من حقه يقدم طلب عن طريق محامي يقول اذا كانت النيابة مثلا انتهت في التحقيق ان انا مشغولة ذمتي بمال عام قدره 5 مليار 10 مليار, طب ادي يا جماعة اصول وممتلكات واموال بالمبلغ دوت وعايز اردها. الطلب ده مش من سلطة النيابة اللي بتحقق بس, ده بيرفع للنائب العام وبيعدي على محكمة النقض وعلى رئاسة الوزراء عشان يتوافق ان كان يقبل التصالح ولا لا, وهل الطلب ده جدي ولا غير جدي, او هل في مصلحة للدولة ام لا, بالظبط يدرس. اضف الى كل هذا فلنفرض ان الطلب توافق عليه, انا بديك فحوى المادة 18 عشان اسمع, الطلب توافق عليه من كل الجهات اللي عدى عليها هذا الطلب, ويكون الطلب مدعم بمستندات ومستندات فعلا حاجات هيردها وفي جدية, ها بعد ما يستوفى كل الاجراءات دي, مش المال الاصيل اللي هو متهم به بس اللي يرجع, ده ممكن يتحكم عليه بغرامات وتعويضات اضافة لاصل المبلغ, وبالتالي لو احد رجال الاعمال تقدم للتصالح في مبلغ 5 مليار ومش الطلب ده بالاجراءات اللي انا قلت عليها المحدده في الماده 18 ورئاسه وزراء ونائب عام ومحكمه نقض والمواعيد اللي مذكوره في الماده دي وتحددت واستوفى الورق ومدعم بالمستندات وكل حاجه وقبل التصالح, طيب ال 5 مليار زائد مثلا يعني مليار جنيه تعويض الدوله وغرامه 2 مليار قابل على كده, الراجل ده قابل هيسدد, مش قابل يتحاكم, عشان تبقى الامور واضحه. فهي مش مجرد ان انا خد الفلوس اللي خدتها, طب ما انت اللي خدتها امتى ودلوقتي بقت ايه والريع عليها ايه والفوائد زادت عليها ازاي والجريمه وقعت, ما الجريمه وقعت ان هو بيرد المال, معترف ان هو ارتكب الجريمه, ما هو بيرد المال اللي اختلسه, ده اعتراف كامل. ما انت بقى بتحكم عليه بتعويضات وغرامات ليه؟ عشان العقوبة, عقوبة. لكن بتشيل حتة الحبس دي مقابل استرداد هذا المال, كده يبقى احسن لخزانة الدولة طبعا. ولا ان احبسه وما طولش منه ولا مليم, انه الاحسن. لا ده كده افضل. فالناس لما بتسمع حتة التصالح دي بعض المعترضين يقول لك ايه, طب ما كده هتشجع اي واحد ان هو ايه يختلس وبعدين يقول لك الفلوس ايه سلام عليكم مش هتحبس. لا, هو بص جوهر المادة من بره لكن بالظبط. لكن المادة منصوص فيها على الاجراءات اللي بتتبع, الخطوات اللي بتتخذ لاي واحد طالب التصالح, ها, ولازم يدعم طلبه بالمستندات, مستندات قويه ويأكد جديه هذا الطلب, وبيمر هذا الطلب بالمراحل القانونيه المحدده في الماده ويتوافق عليه ما يتوافقش عليه حسب رؤيه جهه التحقيق. طب هل هناك مؤسسات او هيئات
تراقب المال العام بصورة فعلية من وجهة نظرك؟ لا، ما هو مؤسسات وهيئات تراقب المال العام. احنا عندنا طبعا في الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة كجهة شرطية تتبع وزارة الداخلية، غير الجهة الشرطية، غير الداخلية، في الجهاز المركزي للمحاسبات، في هيئة الرقابة الإدارية، دي كلها جهات رقابية، ها، من مسؤوليتها ضبط مخالفات المرتكبة ربما في جرائم المال العام، وبتراقب هذه الجهات المؤسسات والوزارات الحكومية اللي ممكن تقع فيها مثل هذه الجرائم، جرائم الاختلاس والرشوة والغدر والاستيلاء على المال العام والكلام ده كله. والضبطية القضائية كمان موكولة لكل من له صفة مأمور ضبط قضائي، بالنسبة مثلا ضابط شرطة ممكن يقبض على جريمة مال عام، ايه المشكلة يعني؟ حتى لو هو مش مختص، حتى لو مش هو ضابط في الأموال العامة يضبط مال عام، أي واحد ممكن يضبط جريمة المال العام، له صفة الضبطية القضائية ممكن يضبط ضريبة المال العام. إذن فهي رقابة كاملة من الدولة ممثلة في أكتر من جهة، مش في جهة واحدة بس. ففي جهات كتير زي ما بتقول حضرتك مسؤولة عن ضبط جرائم المال العام وإعداد تقرير فيها. عشان كده نقول لحضرتك حاجة، لما في جريمة مال عام بتبدأ نيابة في تحقيق في جريمة مال عام، النيابة أثناء التحقيق في هذه الجريمة سواء كانت جريمة اختلاس أو غيره، من ضمن إجراءات التحقيق إنها بتشكل لجنة مختصة من جهة مختصة في مثل هذا النوع من الجرائم، عشان اللجنة دورها هي تعد تقرير، ها، بالشكل بتاع الجريمة ومين اللي ارتكب الفعل ومين ارتكبوش، لأن النيابة كسلطة تحقيق مش فنية، ربما تحتاج لجنة فنية أو لجنة تشكلها مثلا من اتحاد التعاون الاستهلاكي، من الجهاز المركزي النظر في القضية، عشان تعد تقرير بالواقعة بتاعة الدعوة محل التحقيق. وده إجراء بتلجأ له النيابة أحيانا عشان تستوضح كيفية وقوع الجريمة ومن المسؤول عن وقوع الجريمة. ده مهم قوي. ده من ضمن إجراءات التحقيق. فالتحقيق في النيابة هو اللي بيبين في الآخر خالص من مرتكب الجريمة ومن مستبعد من ارتكاب الجريمة ومن اللي هيحل المحاكمة الجنائية ومن اللي هيحفظ ضده البلاغ ومن اللي ثبت ان البلاغ ضده غير جدي. ده كل ده بعد انتهاية التحقيقات. فكل الجهات الأمنية موكول لها ضبط اي مخالفات واي جرائم، مش جرائم مال عام بس، الممثله زي ما بقول لحضرتك فيها الرقابه الاداريه، في النيابه الاداريه، في المباحث الاموال العامه، في الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره وغيره، وكل من له صفه مامور الضبط القضائي. طيب ماذا عن اختلاس المال العام بدون قصد او وضع نفسه في عمليه اختلاس بس بطريقه مختلفه، يعني تسهيل لعمليه اختلاس؟ ما انا هقول لحضرتك، بص اقول لحضرتك حاجه، احنا بنتكلم في الاساس الاول ان اي جريمه بترتكب لها ركنين، الركن المادي والركن المعنوي. نعم. الركن المعنوي ده هو اللي بيرد على تساؤل حضرتك دلوقتي، اللي هو القصد الخاص او النيه، بلدي كده النيه. انا وقت ارتكاب الفعل كنت اعلم ونيتي معنويا منصرفه الى ارتكابه من عدمه. انا ممكن ارتكب الفعل المادي ولكن ما فيش قصد جنائي لارتكاب الجريمه بالنسبه لي، اللي بيسموه حسن النية أو لا يعلم. وده طبعا لو انتفى أي من ركني الجريمة سواء كان ركن مادي أو معنوي مفيش جريمة، لأن مفيش جريمة تكتمل إلا بتوافر ركني المادي والمعنوي. أي من ركنين منتفي في حق المتهم يبقى أنت كده بتهدم الجريمة اللي ارتكبها، وبالتالي لما يحاكم أمام المحكمة إذا اقتنعت المحكمة أن أحد ركني الجريمة منتفي براءة. فهنا نية المختلس إيه؟ وهو بيختلس هل هو يعلم ان هذا المال مال عام وفي عهدته وبيختلسه لنفسه من عدمه؟ طبعا بيفترض هنا ده موظف عام، ازاي لا يعلم ان المال ده ما يقدرش يقرب له؟ فتوافر قصد جنائي. الفعل المادي هو انه ياخد من هذا المال بايده ويحط في جيبه او ياخده لبيته، ما هو ده السلوك المادي. والمعنوي انه يعلم ان هذا المال محرم عليه لانه ملك الدولة وهو بيختلسه لنفسه. إذن فالركنين متوافرين في حقه فهي جريمة اختلاس. والركنين دول زي ما بقول لحضرتك مادي ومعنوي، لازم ويشترط توافرهم في أي جريمة ترتكب. من الناحية القانونية هل ترى أن قانون الاختلاس قانون رادع ولا يحتوي على أي ثغرات، أو هل هناك خلل، أو سؤال بطريقة تانية، هل هناك خلل في قانون الاختلاس المصري؟ لا، أنا من وجهة نظري أنا مش شايف خلل، ولكن أنا ربما عشان جرائم الاختلاس كترت وده لها مرجع، يعني لو كلمنا في اسباب الاختلاس او ان انا مد ايدي على المال العام واختلسه لنفسي، ما اكيد الظروف الاقتصاديه احد الاسباب الرئيسيه.
اكيد غلاء المعيشه والظروف المعيشيه بتخلينا مدي ايدي على حاجه، مرتبي اللي انا باخده كموظف عام مش مكفيني، فانا بحاول ان انا اختلس، وده طبعا ضعف ايمان وحاجات كتير، اسباب كتير جدا وظروف اقتصاديه يعني بيحط نفسه في موقف زي كده. فانا شايف ان اولا لازم تحسين المستوى المادي للموظف العام، يعني ده من ضمن الحلول مع تشديد عقوبه. يعني يمكن الاختلاس انا في البدايه قلت لك جريمه جنايه بشكل جنايه، والجنايه ممكن ربما يكون الحد الادنى للعقوبه 3 سنين وتصل الى المؤبد. لا انا عايز الاختلاس بالذات عشان جريمه حساسه جدا وده مؤتمن على المال العام اللي هو تحت ايده، تشدد فيها العقوبه بحيث يبقى الحد الادنى ليها 10 سنوات متطالع. تمام. بس بعد تحسين مستواه المعيشي، اوفر له المناخ اللي المناخ، اوفر له الاول المناخ اللي ما خليش الشيطان يلعب بيه ان هو يوسوس له ان هو يمد ايده على حاجه مش بتاعته مؤتمن عليه. عشان كده لو ارتكب الجريمه وانا موفر له المناخ، لا يبقى الحساب قاسي ورادع والعقوبه قاسيه. كلمه اخيره بس في بدايه في نهايه الحلقه، ايه هو دور المجتمع في الابلاغ عن مثل هذه القضايا او قضايا الاختلاس عموما؟ هو المجتمع دوره على كل فرد في المجتمع، مش في جريمه الاختلاس بس، المفروض اي واحد يشوف غلط يبلغ عنه سواء كان جريمة اختلاس او ايا كان الجريمة، لان المجتمع ده اولا انت ما تقدرش تقول ما فيش مجتمع بدون جريمة. الجريمة دي ظاهرة طبيعية موجودة في كل مجتمعات وفي كل زمان ومكان، ومن بدء الخليقة موجودة الجريمة، فما فيش مجتمع يخلو من الجريمة. ولكن احنا بنقول ان هذا المجتمع امن وكويس من مجتمع اخر، بنقيس نسبة ارتكاب الجريمة في هذا المجتمع دي عشان نقدر نقول المجتمع ده آمن ومجتمع، لأن مفيش مدينة فاضلة دي في الخيال، لكن مفيش نسبة الجرائم مثلا في المجتمع ده 50%، لا الجرائم في المجتمع ده 20%، يبقى المجتمع بالتالي هنا ده آمن، الجرائم فيه قليلة عن مجتمع آخر نسبة الجرائم فيه 80%، لا ده مجتمع الجريمة منتشرة فيه. فلازم تكاتف كل فرد في المجتمع وثقافة المجتمع للحد من ارتكاب الجريمة بحد كبير يعني، ولكن مش هنقدر نمنعها خالص، لان زي ما بقول لحضرتك دي ظاهره طبيعيه موجوده في كل المجتمعات. سياده المستشار مؤمن العقيدي المحامي بالنقد والمستشار بالتحكيم الدولي، شكرا جزيلا لك. اشكرك يا اسمع على كم هذه المعلومات الهائله. طيب. كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.